أفاد مراسلنا باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بذريعة دهسه جنديين إسرائيليين قرب بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن عدة سيارات إسعاف إسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث وسارعت إلى معالجة الجنديين، بينما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب لمعالجة المصاب الفلسطيني تاركين إياه ينزل حتى الموت. من رام الله ينضم إلينا مراسلنا بشار صغير. بشار، ضعنا في تفاصيل ما جرى، وهل تم التعرف على هوية الشاب الفلسطيني الشهيد؟ كلا نادين، حتى الآن لم تعرف هوية الفلسطيني. طبعا نذكر بالرواية الإسرائيلية التي تقول إن فلسطينيا دهس بمركبته جنديين إسرائيليين تواجدا عند مفرق بلدة حلحول شمال الخليل ليصابا كلاهما بجراح، وصفت جراح أحدهما بالطفيفة بينما وصفت جراح الآخر بالخطيرة، وحسب ما ذكرت مصادر طبية إسرائيلية قبل قليل بأنه يصارع الموت. طبعا هذا جاء قبل أن يطلق الرصاص على سائق المركبة الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده. طبعا على إثر هذا نذكر أيضا نادين بأن تلك المنطقة، نتحدث هنا عن مفرق بلدة حلحول، عن دوار مستوطنة غوش عسيون، وكل مفترقات الطرق التي تؤدي إلى الخليل هي لطالما شهدت أحداثا مشابهة وسقط فيها العديد من الشهداء. وعلى إثر هذا تزيد قوات الاحتلال كالعادة، وأيضا في هذه الأثناء تزيد من إجراءاتها الأمنية في تلك المنطقة، تقوم بإغلاق الطرق خاصة الطرق التي تؤدي إلى الخليل وقراها وبلدتها. حاليا تقوم هي بإغلاق الطريق المؤدي إلى بلدة دورة في الخليل، الطريق المعروفة بمفرق الفوار، كما أيضا تزيد من إجراءاتها في أيضا طريق 90 أيضا في محافظة الخليل. ومن المتوقع بأن يعقب هذا حملات مداهمة واعتقال في الخليل. شكرا جزيلا من رام الله مراسلنا بشار صغير.